مرور سريع كده على اهم الاخبار والانباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي جو بايدن تناوله خلاله التطورات الاقليميه والتوترات اللي بتشهدها منطقه الشرق الاوسط، واستعرضوا الرئيسين مستجدات الجهود المشتركه المصريه الامريكيه القطريه لوقف اطلاق النار في قطاع غزه. اكدوا عزمهم على الاستمرار في هذه الجهود لخفض التصعيد واستعاده السلم والامن الاقليميين. المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه أوضح أنه الاتصال تطرق للشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم، وأكد الرئيس على الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، أخذا في الاعتبار أن التوصل للاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بيعتبر هو النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار في الإقليم. اتفقوا كمان الرئيسين في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار والجهود لتنفيذ حل دولتين باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة. نروح بقى